لكل شيء جذور، لكل جذور تربة، وللروح والهوية جذورها. جذور وقشور، غوص في أصل الأشياء، من الأحد للخميس مع دكتور خالد السيفي. مرحبا. ذلك اليوم اتصل صاحب لي وسألني السؤال المعتاد: أين أنت وماذا تفعل؟ فقلت له: إني أجل الصحون. قال: صاير تساعد زوجتك؟ فقلت: لا، أنا أساعد نفسي. فسأل: وكيف ذلك؟ الكل يساعد زوجته عندما يقوم بالجلي. فقلت: أنا لي فلسفتي الخاصة. في الحقيقة عندما أجلي وأنظف الصحون، أنا فعليا أجلي وأنظف ما بداخلي. أنظف دماغي من الأفكار السوداوية، وأنظف قلبي من الأحقاد، ومزاجي من العكر، فأزيل ما علق بي من أوساخ معنوية وفكرية. الفكرة أنه كل ما تعمله في الخارج له أثره على الداخل، والعكس صحيح. أي فعل نعمل في البيئة الخارجية للجسم له أثر في البيئة الداخلية، قصدت ذلك أم لم تقصد، عرفت أم لم تعرف. هي هكذا الأشياء بطبيعتها، وإن عرفت ووعيت هذه الحقيقة يكون أفضل وأحسن. عندها تكون الأفعال من طبيعة ثانية والفائدة مضاعفة. أما إنني أساعد زوجتي فهذا يأتي حاصل تحصيل. ليس هذا فقط، بل هنا أنا أضرب مثلا تربويا آخرا لأولادي بالعمل، من دون أن أشرح لهم أهمية المساعدة والمشاركة. الأطفال يتعلمون بضرب المثل ومن الأفعال أكثر من الأقوال التي يقوم بها الكبار. يرجع السر هنا أنك فاهم ما تعمله وتقصده وتنفذه بوعي ومحبة، وأنك تعمل هذا بدون جبرية، أي أنك غير مجبر. عندها لا يصبح عملاً بل استرخاءً، لأنك حينها تعمله بلا مجهود. ولو سمحتم لي لقلت: عند العمل بمتعة يختفي الزمان والمكان، وهذه نقطة أخرى أرجو أن تنتبهوا لها. لكل شيء جذور، لكل جذور تربة، وللروح والهوية جذورها. جذور وقشور، غوص في أصل الأشياء، من الأحد للخميس مع دكتور خالد السيفي.